الأيام الأخيرة كان في أحداث كتيرة على الساحة الرياضية في مصر، يعني تحديدا في القلعة البيضاء الزمالك، في قرار تغيير المدير التنفيذي للزمالك أثار حالة من الجدل في الأوساط الرياضية. على الجانب الآخر وفي القلعة الحمراء، النادي الأهلي وصلت بعثة النادي الأهلي النهاردة للنمسا لإجراء معسكر الإعداد للموسم الجديد من الدوري. المتوقع أن الرحلة تمتد من النهاردة ليوم 6/9. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر من ناقدنا الرياضي الأستاذ هاني عبد الصبور اللي بينضم لنا هاتفيا. أستاذ هاني أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني خبرين من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. خلينا نبدأ مع خبر القلعة البيضاء الزمالك، موضوع قرار تغيير المدير التنفيذي للنادي أثار حالة من الجدل في الأوساط الرياضية. إيه اللي حصل بالظبط وإيه قراءتك للمشهد بوجه عام؟ طيب خلينا نقول إن جمهور القلعة البيضاء اتفاجئ بعد أيام من تعيين اللواء حسن موسى بتعيين الدكتور عماد البناني مسؤول كمديرا تنفيذيا ومسؤول عن اللجنه الثلاثيه اللي بتدير نادي الزمالك لحين اجراء موعد انتخابات. التغيير جاء بسبب الخبرات اللي اتمتع بها الدكتور عماد البناني كرئيس الجهاز القومي للرياضه في وقت سابق، وراجل يمتلك من الخبره في العمل الاداري الرياضي تاريخ كبير جدا وخبرات كبيره. التغيير جاء لمصلحه نادي الزمالك طبقا لرؤيه وزاره الشباب والرياضه على اعتبارها ان هي المسؤوله او الجهه المنوط فيها انتخابات نادي الزمالك وكل الانديه في مصر، فشافت ان الدكتور عماد الفتره الجايه هيكون افضل لاداره نادي الزمالك على اعتبار ان راجل مالوش زي ما بنقول كده لا مقت لها ولا جمل في الانتخابات او في الصراعات اللي هتحصل، فبالتالي هيكون شغله منصب وتركيزه على انهاء بعض الملفات وبعض الازمات سريعا داخل نادي الزمالك. ودي كانت رؤيه مجلس او وزاره الشباب والرياضه في اتخاذ القرار، وما بصوش لابعاد اهلاوي زملكاوي الكلام اللي بيتردد على السوشيال ميديا، لان في النهايه يعني انديه كلها ملك الدوله والدوله مسؤوله عنها مسؤوليه كامله. وزي ما بقول لحضرتك الدكتور عماد البناني هيكون مسؤول عن تنقيب كشوف العضويات. طبعا الراجل ملوش في الانتخابات المبطله ولا يعني ولا هيترشح ولا تبع اي حد من سواء المرشحين السابقين او المرشحين الجدد داخل انتخابات نادي الزمالك، فبالتالي هيعمل لمصلحه نادي الزمالك ومصلحه اعضاء الجمعيه العموميه من غير ما يكون مع طرف ضد طرف او حسابات شخصيه او اي حاجه. هو يعني جميل اللي حضرتك اشرت ليه ان هو القرارات لا تنظر الى التوجهات او المهم ان في النهايه اللي هيحقق لي للرياضه في مصر مستقبل كويس ويمشي على خطوات مظبوطه، وتحديدا في نادي الزمالك اللي كلنا بنامل ان هو يعني يرجع لمستواه والمنافسات تاني عشان الكره المصريه كلها في النهايه. هنروح للجانب الاخر استاذ هاني، النادي الاهلي وصل النمسا النهارده. اعتقد في لقاء ودي الاهلي عامل فتره اعداد معسكر تدريب خارجي هيلعب في خلاص هيلعب تقريبا من مباراتين لثلاث مباريات وديه، تم الاتفاق على اول مباراه امام مصريك النمساوي، وده نادي يملكه راجل اعمال مصري. طبعا المباريات هتكون متدرجه المستوى لان الاهلي ينتظر منافسات قويه جدا، اولها هيكون مباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه المحدد لها يوم 15 سبتمبر باذن الله. الاهلي النهارده كان في المعسكر، لما بدا المعسكر وصل النمسا زي ما بنقول، وبدا المعسكر بتدريبات خفيفه. على مدار الايام اللي جايه هيكون في جزء بدني كالعاده وهيكون في بعض التدريبات الفنيه والجمل التكتيكيه، لان طبعا هيبقى معسكر اعداد بيحدد ملامح شكل التشكيل الاساسي اللي هيتم الاعتماد عليه للنادي الاهلي في الموسم المقبل، وهي حاجه كويسه. دايما النادي الاهلي بيكون في المعسكرات الخارجيه او المعسكرات اللي قبل الاعداد في الموسم الجديد بتكون معسكرات تميز طبعا بالتركيز والسريه الشديده جدا، ويكون في اهتمام من اللاعبين بعكس ما الناس ممكن تتخيل ان هو في النمسا فيتفسح فيروح يزور. طبعا لا، الزيارات والايام التدريبيه بتبقى يوم او يومين كتير على مدار مده المعسكر، لكن بقيه الايام كلها تدريبات على مدار الساعه سواء تدريبات تكتيكيه او تدريبات بدنيه او حتى اللي هو تحليل الاداء وشرح مواطن القوه والضعف لكل لاعب وازاي يقدر يستفيد من المعسكر الاعداد بشكل كبير. كمان الاضافه الفنيه اللي عملها كولر في جهازه الفني تعامل احد المدربين الكبار جدا معاه في الجهاز الفني للنادي الاهلي، ده هيكون له دور كبير جدا خصوصا في تطوير الجانب الهجومي لبعض اللاعبين زي ما حضراتكم عارفين ومشاهدين كمان. الاهلي كان بيعاني الفتره اللي فاتت من
بعض الحلول الهجوميه قبل ما يجي كولر. كولر حسن النسبه شويه، لكن مع وجود مدرب متخصص في الكرات الهجوميه او الضمن التكتيكيه الهجوميه، التوقعات هتكون افضل بالنسبه للجمهور من الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا في ظل مطالب كتير جدا بالتعاقد مع مهاجم اجنبي مميز قبل غلق باب الانتقالات الصيفي. خلاص تم غلق باب الميركاتو الصيفي خلاص؟ لا لسه باب الميركاتو لسه شغال، بس هو الاهلي لسه ما عندوش اختيارات لمهاجمين. كان الاتفاق الفتره اللي فاتت مع سوزا، او كان في محاولات لضم سوزا نادي كوري الجنوبي تمسك باستمراره ورفض بيعه، واللاعب كتب على صفحته ان هو هيكون في الاهلي او هو لسه هيكمل مع فريقه على الاقل لحد يناير. فباظت الصفقه. طبعا بعض الانباء تحدثت عن وجود مفاوضات مع سيمولي موليكا بابه اتقفل بالنسبه للنادي الاهلي منذ يناير الماضي على اعتبار خلاص المطالب الماليه المطالب الماليه لنادي بشكتاش كانت تفوق كثيرا ما حدده النادي الاهلي. الاهلي حدد 2 مليون دولار لشراء اي لاعب اجنبي من لبدايه خط الهجوم، وموليكا او النادي التركي كان محدد اكثر من 5 مليون دولار، وده رقم يفوق سقف ميزانيه النادي الاهلي. الفتره الجايه في اثنين تحديدا معروضين على السويسري مارسيل كولر، تقريبا ممكن يعني النهارده او يكون بكره على اقصى تقدير هيتفرج على بعض المباريات ليه وبعض مقاطع الفيديو عشان يبدا ياخد قرار يبلغه لجنه التخطيط ومسؤول التعاقدات داخل النادي الاهلي مين هيكون فيهم موجود. لو الراجل ما عجبوش حد في الاثنين، اعتقد ان ملف المهاجم هيتم تاجيله لفتره الانتقالات الشتويه المقبله ان شاء الله. الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد الصبور، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا في التاسعه.